للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر مرحبا بكم. قمتم في منظمة أم القرى بحملة في مخيمات عامرية الفلوجة، لو تطلعنا أكثر عن هذه الحملة. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة بعد مناشدات كثيرة وصلتنا من العائلات النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة، نظمت المنظمة هذه الحملة وجاءت لتلبية حاجتهم من المبردات الهوائية في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة، ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة وفي المخيمات، خصوصا في ظل انعدام أو شبه انعدام الخدمات الأساسية الحياتية اليومية. فتم تجهيز 200 مبردة هوائية وتم توزيعها على هذه العائلات، وهناك طبعا مراعاة للأولوية للأيتام والأرامل والمحتاجين في هذه الخيام في هذه الظروف الإنسانية الصعبة. في الحقيقة يعني هؤلاء معاناتهم مستمرة، حياتهم قاسية، يحاولون التثبت بالحياة على الرغم من قساوتها وقلة المعين، على أمل العودة إلى ديارهم ومنازلهم في أقرب فرصة ممكن. كيف وجدتم استقبال النازحين لهذه الحملة؟ بالتأكيد يعني هم يعني يفرحون كثيرا وتغمرهم الفرحة حين يرون أي أحد، أي منظمة أو جهة إغاثية إنسانية تقدم إليهم وتقدم لهم العون والمساعدة في ظل هذه الظروف الإنسانية والحاجة التي يعني هم بحاجة كبيرة جدا في هذه الأشهر الحارة وهذه الخيام التي لا تقيهم حر الشمس في هذه الخيام البالية لأكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات، وهي نفس الخيام ونفس الخيام الموجودة مع تقدم الزمن وهذه تغير الأحوال المناخية. يعني بحقيقة هم بحاجة كبيرة ويفرحون كثيرا حين يقدم إليهم أحد ويستطيع أن يقدم لهم من مأكل أو ملبس أو مشرب. فيعني هم في دوام يعني بشكل مستمر يحتاجون إلى المساعدة والأمور الإغاثية. يعني الحملة كانت نوعية إلى حد كبير في ظل الحر الشديد الذي تشهده أو يشهده العراق هذه الأيام، هل هناك ربما حملات أخرى ستتبع هذه الحملة؟ هل هناك أنشطة أخرى ستتبع هذه الحملة؟ بالتأكيد نعم، احنا ذكرنا أنه هناك هذه كانت المرحلة الأولى، وبعد الوقوف على حاجتهم وكثير من الخيام يعني لا يوجد فيها أي وسائل للتبريد أو وسائل التكييف، يعني ان شاء الله ستكون هناك يعني تجهيزهم بمبردات او مراوح حسب ما يمكن يعني تقدره المنظمه بالنظر الى تقدير الموقف والوقوف على حالتهم في المستقبل القريب ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار.